افتتح معرض نقطة تناغم في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية. المعرض قائم على التناغم بين أساليب مختلفة لزملاء أربعة. ماهر هو الشخص المتصدي لهذه المسألة، وزملائهم ست كوثر وست سحر طبعا بالإضافة إلي. طبيعة الأساليب تنوعت بين الرسم بالألوان الزيتية، الرسم بالفحم، الرسم بالباستيل، التطبيقات الأعمال اليدوية، الجرافيك، يعني رسومات متنوعة، تداخل بين الأساليب أيضا طرحت في هذا المعرض.